اليوم سنقوم بإنشاء قالب مبسط جدا، قالب مكونات مبسط جدا، وسنعود أيضا لمناقشة القوالب الأخرى التي الافتراضية الـ 2023 و 2024، سنعود لذلك لاحقا، لكن اليوم نريد فقط أن نقوم بإنشاء قالب بسيط جدا ونطبق عليه بعض المكونات. فأول شيء لإنشاء أي قالب عليك أن تذهب لمجلد القوالب. أين هو يكون مجلد القوالب؟ يكون موجود بجذر ووردبريس تثبيت ووردبريس، ثم ووردبريس داش كونتنت، ثم ثيمز. هنا بداخل الثيم، أنا موجودة الآن بداخل مجلد الثيمز، يمكن أن أنشئ قالب. فمثلا سأسميه هذا القالب، لاحظوا هذه القوالب التي لدي الآن كلها قوالب افتراضية. الآن سأنشئ مجلد سأسميه LWN test فقط، وأذهب إلى هذا المجلد. ستجدون أن هذا المجلد فارغ. فأول شيء لإنشاء theme، أول ملف تنشئه هو ملف style.css، فسنكتب style.css، وبداخل هذا الملف يجب أن تضيف ترويسة. طبعا فقط للتوضيح هنا، فقط للتوضيح، أن إذا ذهبت أنا فعليا للقوالب هذه، هي إذا ذهبت إلى قالب مثلا 2023، جيد، ذهبت إلى هذا القالب سأجد داخله ملف اسمه style.css. فذهبت إلى هذا الملف style.css سأجد فيه فقط عبارة عن تعليق بسيط، لكن هذا التعليق جدا مهم لأنه يعرف أن هذا هو قالب. فبالتالي أنا لدي هنا ملف style.css، لكن لا يعني شيء، يجب أن أضيف هنا اسم معلومات عن هذا القالب، بأقل تقدير أن أضيف اسم القالب. فبالتالي هنا سأضيف تعليق أيضا بالقالب الخاص به، هنا سأكتب theme name lwn test فقط. طبعا الآن لنرى ما الشيء الذي سيظهر لنا بالقوالب الآن. فإذن لاحظوا في الأدنى يقول قالب يحتوي على أخطاء، القوالب التالية منصبة لكنها غير مكتملة، اسم القالب LWN test، الوصف أحد قوالب مفقود، فلا يوجد templates index أو لا يوجد index، فيجب أن يكون هنالك تابلت. يمكنني أن أحذف هذا، بتأكيد لا، أنا أريد تصحيح الخطأ الموجود وأنشئ قالب بسيط جدا. فكيف أصحح هذا الخطأ؟ فلاحظوا إذا قمت أنا قمت بعرض محتويات ملف القالب الذي أنشأته قبل قليل، فهو فيه style.css، فهو لاحظوا ماذا يقول، يجب أن يكون فيه أيضا مجلد تابلت وبداخله إندكس. فالآن سأنشأ مجلد اسمه تابلت هنا. إذا لاحظوا الآن أصبح لدي ملف css وملف style.css وملف تابلت. بداخل تابلت يقول يجب أن يكون فيه index.html، فبالتالي أنا سأقوم بإنشاء ملف بالتابلت اسمه index.html. طبعا هذا من لاحقة html، يعني يمكن أن أكتب فيه html، وسأكتب فيه مثلا h1، وأكتب مثلا hello from index.html فقط. فإذا الآن لو قمت أنا مرة أخرى، أو قبل ذلك أريد أن أريكم الملفات. فإذا هذه هي ملفات القالب التي لدي style، لدي مجلد تابلت، وفيه فقط ملف index.html. فقبل الانتقال لأريكم ما الذي سيحدث، إذا كنت أول مرة تنشئ قالب فهذا جيد جدا، هذه هي الطريقة الجديدة. إذا كانت هذه ليست أول مرة لك وتعرف طريقة أخرى لإنشاء القالب، تلك الطريقة التي تعرفها هي الطريقة الكلاسيكية التي درسناها سابقا، لكن الآن التوجه نحو هذه الطريقة فسنتعلمها، فتعلم هذه الطريقة. فالآن سأحدث، لا يوجد خطأ، لاحظوا، وهذا هو قالب LWN test، سأقوم بتفعيله. فإذا الآن مجرد أن أذهب لاحظوا مجرد أن أذهب لجذر الموقع سيعرض محتويات index.html وسيكتب لي hello from index.html، هذا شيء جيد جدا. إذا أردت تحرير هذا الملف، يعني ماذا أريد أن أعرض بالصفحة الرئيسية، فأنا يمكن بكل بساطة كما يمكنك أن تتوقع أن أذهب إلى index.html وأكتب ما أريد، يعني أكتب مثلا hi hello how are you مثلا، أكتب أي شيء، وهذا التعديل سيظهر هنا. لاحظوا hi hello how are، سيظهر هنا.
هذه طريقة رقم واحد. طريقة رقم اثنين، مع محرر ووردبريس الجديد، وكما اتفقنا أن محرر ووردبريس الجديد هو لا يعني فقط محرر صفحة وتكتب محتوى وانتهينا، هو محرر كل شيء، يعني كل شيء. بدل مرة أخرى، كل شيء يعني كل شيء، يعني أي شيء يمكن أن أحرره بالمحرر، وبالتالي هذه الصفحة أيضا يمكن أن أحررها بالمحرر. وكيف ذلك؟ بتحرير الموقع. لاحظوا أنا في هذه الصفحة تحرير الموقع، والآن سأذهب للمحرر. سيقول لي أن أنت في ملف إندكس، وبالفعل أنا في ملف إندكس، هذا هو اسمه، هو الملف الرئيسي، والآن أريد تحريره. فإذا لاحظوا يظهر لي بهذا الشكل. طبعا أتأكد أنا بالمحرر المرئي. طيب أنا بالمحرر المرئي لماذا يظهر بهذا الشكل؟ السبب أن أنا كتبت هنا HTML HTML HTML، يعني شيء بسيط جدا، شيء الـ HTML العادية والبسيطة والمعروفة. وبالتالي جوتنبرغ كيف يفهم هذا الـ HTML؟ يفهم هذا الـ HTML أنه مكون HTML، لأن من مكونات جوتنبرغ يوجد مكون خاص بإضافة HTML مخصص، فهو اعتبر أن لأنك كتبت HTML بسيط جدا، اعتبر هذا الشيء الذي كتبته هو عبارة عن مكون HTML مخصص، وبالتالي هذا هو. طيب الآن السؤال، هذا شيء جميل أنا أضفت هذا، لكن ماذا لو أردت مثلا أن أضيف، يعني أن أضيفه بطريقة ووردبريس، ليس بطريقتي كـ HTML عادي، أريد أن أضيف هذا الـ H1. تتذكرون بالفيديو رقم، أين هو هذا الفيديو؟ دقيقة، العودة، نعم، هذا الفيديو رقم 3 حول المكونات ومكون العنوان. نحن استخدمنا مكون العنوان هنا، وقلنا أن العنوان يكون H1 H2 H3 H4 5 6، صحيح؟ فيمكن أن أستخدم مكون العنوان بدلا من هذا، لأن هذا H1 يمكن أن أستخدم مكون العنوان الموافق له بمكونات جوتنبرغ. فبالتالي هنا يمكن أن أكتب بلس ومكون وأختار عنوان فقط، وها هو العنوان. لاحظوا طبعا هذا هو مكون العنوان. أنا سأكتب العنوان يعني نفسه، أكتب hello from index.html، سأضيف هكذا شيء بسيط أن from editor، فإذا هذا from editor وليس من الملف، وحفظ. الآن يمكن أن أعد للموقع من هنا زيارة الموقع. فإذا لاحظوا أيضا لدي H1، فإذا لدي هذه الـ H1 ولدي هذه الـ H1، عفوا هذه H2 لأن لم أحدد من هنا، فيمكن أن أعيدها H1 بهذه الطريقة، وحفظ ومرة أخرى. فإذا هذه H1 وهذه H1، لكن هذه كتبتها HTML عادي، هذه كتبتها بمكون العنوان. ما الفرق؟ ننظر بالإنسبكت إليمنت. فإذا معلومة إضافية لكم أن كل شيء بالمكونات هنا يتم وضعه ووردبريس يضعه بالديف. هذه الديف لها كلاس ووردبريس داش سايت بلوكس، ها هي. نستمر. فإذا لاحظوا لدينا الـ H1 هذه التي أضفتها من الملف hello from index، وهي نفسها، هذه نفسها تماما. ولدي hello الذي أضفتها من المحرر كمكون عنوان. لاحظوا الفرق أن هذه H1 صحيحة، لا مشكلة، لديها كلاس افتراضي تم إضافته WordPress block hidden. طبعا هذا الكلاس، طبعا أنا تحدثت عن فكرة الكلاسز في فيديو سابق، فإذا كنت لا تعرف ما هذا فاذهب لي الفيديو رقم 5، أعتقد الفيديو رقم 5 يمكنك أن سيتم إضافته هنا، سترى ماذا كيف يتم إضافة هذه الكلاسز وبوردبريس. فمجرد أنني أضفت هذا كهيدينج، ووردبريس أضاف له كلاس الهيدينج. فشيء بسيط، يعني معلومة أن كل مكون تم إضافته من ووردبريس، ووردبريس يضيف له كلاس يبدأ بووردبريس داش بلوك. فكل مكون يتم إضافته بووردبريس، ووردبريس يضيف له كلاس الذي هو ووردبريس داش بلوك، لأن هذا مكون ووردبريس، وثم اسم المكون الذي هو في حالتنا هيدينج، ربما يكون باراجراف إذا كان عبارة عن ديف، يمكن أن يكون جروب، جيد، وغيرها من الأمور فقط. فالآن لنكمل من هنا. طيب لدي هذا،
طبعا تأكيد يمكن أن أقول أن أقوم بستايلينج له كل شيء، لكن أنا أريد رؤية محرر الشفرة. ومحرر الشفرة، لاحظوا الشفرة، محرر الشفرة كيف كان. الأول الذي أضفته من الملف كما هو وضعه، هذا اسمه HTML مخصص يمكن أن تضيفه وكما هو. لكن الذي أضفته كمكون ووردبريس، لاحظوا تم إضافة له هذا السينتاكس الذي تعلمناه مرة أخرى بفيديو سابق الذي هو فيديو رقم 4، تعلمنا طريقة كتابة الجوتنبرغ تاكس. فمع ذلك سأشرحها أعتقد وأنهي موضوع اليوم. إذا سأشرح هذا الموضوع وأنهي أعتقد الفيديو اليوم. فإذا لنرى، فإذا هذا الشيء المكتوب كان للووردبريس هيدنج. فما الشيء الذي كان؟ لاحظوا لدي H1 عادية، والتي هي أنا طلبتها، طلبت أن يكون مكون H1 HTML عادية لحتى تكون مكون ووردبريس مضمون. فتم إضافة له كلاس الذي تحدثنا عنه قبل قليل، يبدأ بووردبريس داش بلوك داش هيدنج، و يتم إحاطتها بشيء يشبه ال HTML tag اسمها جوتنبرغ تاج أو ووردبريس تاجز، لا أعرف ماذا سيسمونها أو يسمونها، لكن هي يعني سمعت بعض الأشخاص يقول عنها كومنت، لكن هي تشبه الكومنت لكنها ليست كومنت، هي لها معنى. فبالتالي جوتنبرغ تاج أعتقد أو بلوك تاج يعني تسمية أفضل. فهنا هذا هو المكون، اسمه ووردبريس هيدنج، وهنا معلومات إضافية عن هذا المكون. طبعا بخصوص المعلومات الإضافية، يتم إضافتها بجيسون أوبجكت، شرحنا عنها بفيديوهات سابقة. وهذه جيسون أوبجكت تأخذ كما نعرف، تبدأ بكيرلي براكتس وتنتهي بكيرلي براكتس، وتأخذ كي وفاليو. فإذا الكي هنا ليفل والفاليو هي 1. ماذا يعني ذلك؟ أن هذا H1، لو مجرد أنني غيرت هذا مثلا لاثنين وحفظ وحفظ، سيصبح هذا يفترض H2 إذا تم الحفظ من هنا، تم الحفظ. فإذا ليست H2، لماذا؟ نعم، لأن يجب أيضا أن أغيرها من هنا، أكيد يعني ليس التغيير فقط من الـ Level 1، يجب أن يتم تغييرها من الـ WordPress أيضا، من الـ HTML ومن معلومات هذا التاج. فإذا هذه هي H2، جيد؟ لكن لاحظوا لو أنا انتقلت مثلا المحرر المرئي، ومثلا هذا عنوانته هكذا، وقلت أن مثلا هذا H3، وذهبت للمحرر الشفرة، فلاحظوا سيقول ليفل 3 وسأغيرها لH3 مباشرة. لاحظوا أنا غيرت على الإندكس، دعوني أحفظ هذا التغيير، ما رأيكم؟ ننتقل للمحرر المرئي ونحفظ التغيير، لا مشكلة. لاحظوا أنا قمت بالتغيير على ملف الاندكس هنا، جيد، الذي هو نفسه ملف الاندكس هنا، لكن فعليا لم يتم القيام بتغيير هذا الملف. يعني هذا الملف مرة أخرى، لاحظوا سأغلق الملف وأفتحه مجددا. لاحظوا أن ما زال بالملف موجود نفس الأشياء التي كتبتها وقت سابق، ولا يوجد به الأشياء الجديدة التي كتبتها. والسبب أن أي تغييرات على المحرر، من المحرر يعني من صفحة المحرر هذه الرسومية، أي تغيير منها فهو يتم حفظه بقاعة البيانات، لا يتم حفظه بالملفات. فيمكن فعليا أن أقوم بكل التعديلات التي أريد كما أريد، لكن هي تبقى على موقعي، خاصة بموقعي وليس خاصة بالقالب هذا. وإذا أردت مثلا أن أعود لأقوم بإعادة ضبط مثلا الموقع للإعدادات السابقة لإعدادات هذه الملفات وماذا يوجد بها، يمكن ذلك. والآن سنقوم بذلك، لكن قبل ذلك مرة أخرى سأعدل هذا وأنسخ. مثلا أنا أريد أن أجعل هذا التغيير دائم، فيمكن أن أنسخه من هنا، جيد، وفقط نسخته الآن مؤقتا. والآن عفوا سأخرج من المحرر الشفرة، وهنا لاحظوا أين أنا الآن، أنا بمحرر الإندكس. فيمكن أن أنقر على هذه النقاط وأكتب، أو أنقر على مسح التخصيصات، استخدم القالب كما يوفره القالب، يعني الترجمة شكرا للمترجم، لكن هي يجب أن تكون استخدم إعدادات النموذج كما هي في القالب. فإذا جيد جدا، فإذا أعتقد هل تم الحفظ؟ نعم. فإذا الآن يفترض أنني لا أرى from editor عطل للتغييرات الموجودة هنا.
طيب الآن أريد إضافة التغييرات التي أضفتها من الإديتر بشكل دائم، وسأضيف هنا from editor but added again. والسبب الذي أنا أكتب هكذا أن أريد أن أخبركم أن يمكنكم التعديل على الإديتر لأنه أسهل، لكن بالنهاية تنسخ الكود من الإديتر وتضيفه لملفاتك. فإذا هذا هو السبب أنني أكتب هذه الملاحظات. فإذا الآن لو عدت وحدثت، لاحظوا عاد كل شيء كما كان، وأيضا من هنا إذا حدثت سيظهر أيضا هذا الشيء. فإذا أتمنى أن درس اليوم كان واضح، يعني قمنا بشيء كبير فعليا، قمنا بإنشاء أول قالب، فإذا انتهينا من هذه القصة. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الموضوع.